السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ معانا النهارده عربيه رينج روفر فيلار 2024، وفي برضو عندي 2023، الاثنين لونهم اسود، بس تعالوا نتفرج دلوقتي على 2024. تعالوا معايا، ادي رينج روفر الفيلار 2024. العربيه دي استيراد، العربيه دي بتنزل بموتور 2000 سي سي، بتطلع ب 250 اللي هو 250 هورس باور. العربية دي كاملة كل حاجة، عندنا هنا هو جنوت سبور 20، هنا شنطة كهرباء، شنطة كهرباء، مساحة التخزين بتاعتها برضو مساحة كويسة جدا. في عندنا روف راك برضو فوق اللي عايز مثلا يحط أي حاجة لو حضرتك مسافر أو حاجة. تعالوا بقى نتفرج على العربيه من جوه. ده طبعا شكل العربيه، لو في ثلاث افراد قاعدين طبعا يبقى الثلاث قاعدين مرتاحين. في عندنا هو فتحات تكييف خلفيه، ده المنظر بتاعها. تعالوا برضو ايه نطلع قدام نبص على شكل العربيه من قدام عامل ازاي. في عندنا هو البلاينت سبوت مع المرايات الضم، هنا الكراسي الكهرباء، عندي كرسي السواق وكرسي الراكب التاني كهرباء، بس زياده عن السواق ان في هنا ميموري اللي هو ادي 1 و2 و3، وادي الام، وادي اللوك بتاع البيبان، وادي التحكم في الازاز والتحكم في المرايات. في عندنا هنا السماعات الميريديان اهي. تعالوا بقى ايه نخش نقعد جوه العربيه. ده الشكل بتاع العربيه من جوه، ادي الطاره المالتي، الشاشة الجديدة. الناس اللي متابعة العربية ديت كان بينزل الشكل الجديد الشاشة ديت، وبينزل كمان شاشة هنا. دي مساحة تخزين، وجوه منها في مكان لوصلات اليو اس بي، وفي هنا برضو مساحة تخزين تانية اهي، ومكان لوصلات اليو اس بي. هنا التحكم في الشاشة زي ما انتوا عارفين طبعا، الاندرويد اوتو والابل كار بلاير كل حاجه. جيب لك التكييف بتاع العربيه، يعني كل الاوبشن اللي انتوا طبعا ايه عارفينه والكلام ده كله. عايز بقى تعرف تفاصيل اكتر تعالى شرفني في المعرض. طبعا يا جماعه عندي انظمه تقسيط كتيره جدا، الناس اللي متابعاني عندي تقسيط بنوك زي شركه زي مثلا بنك المصري الخليجي، زي بنك الاهلي الكويتي، زي بنك مصر، زي بنك القاهره، زي بنك كيو ان بي، يعني كل البنوك موجوده الحمد لله. طبعا يعني نسيت بعض البنوك طبعا عشان في بنوك كتير عندي، وفي عندي طبعا نظام انظمه تقسيط لشركات. ايا كانت وظيفتك، لو انت حضرتك مغترب ممكن تقدر تقسط العربيه، لو انت حضرتك رب تنزل ممكن نقدر نقسط العربيه، لو انت حضرتك يوتيوبر تيك توكر اهم حاجه ان في كشف حساب. طالما في كشف حساب مغطي القسط نقدر ندفع من اول 10% و20% مودة من ثمن العربيه. عايز تتواصل معايا هتلاقي رقم موجود على الصفحه، كلمني في اي وقت. لو انا ما ردتش عليك ممكن تبعت لي على الواتس هتلاقيني برده برد عليك، سواء اذا كان في اسعار، سواء اذا كان في اوبشن، سواء اذا كنت عايز تعمل تريد ان في العربيه بتاعتك القديمه عايز تدخلها في عربيه جديده، انا تحت امرك. سلام.